هنعمل دلوقتي طاجن الفول بالثوم والطماطم، خطير هيعجبكم جدا جدا ان شاء الله. ايه بقى معايا؟ فول مدمس. انت بقى مدمساه في البيت او جايبه فول معانا كده؟ كميه لطيفه من الفول، دول تقريبا علبه فول يعني. تمام. هنحتاج معاها 2 من الطماطم، طماطميتين حجمهم متوسط متقطعين مكعبات. تمام. هنحتاج تقريبا 4-5 فصوص من الثوم يكون مفروم، برضو عايزين تقللوا كميه الثوم شويه، مش مشكله، بس في الحاله دي بقى لا، الثوم حلو قوي لما يكون مثلا 4-5 فصوص كده، بيبقى فظيع، بيشقلب طاجن الفول بيبقى تحفه. معايا فلفلايه رومي متقطعه مكعبات صغيره، لو حابين ممكن تستغنوا عنها يعني مفيش مشكله. معايا كمان بقى ايه، حته ليا صغيره قوي لو عايزين، برضو دي برضو بتشقلب الفول خالص، بتوديه في حته تانية وبيبقى يجنن. الليا اللي معايا دي مبشوره، لية الخروف طبعا، لو متوفرة تبقى حلوة قوي قوي. تمام. ملح وفلفل طبعا، ومعايا كمون وكزبرة، وأكيد طبعا زيت، وبس خلاص. طاجن سهل جدا جدا ولذيذ قوي، وبيدخل الفرن ما بياخدش خالص وقت، يعني احنا بنحضره وبندخله الفرن بس ياخد وش بس كده. أنا محضرة الطاسة هنا اهي سخنة، وعايزة أحط فيها زيت، دي كده أول حاجة ندهنها كده، مش ندهنها يعني، معلقتين زيت كده كبار ولا حاجه كده، علشان نشوح التومه وبعدين نطفيها او ننزل عليها بالايه، بالطماطم كده. هنزل بالطماطم بما ان معايا فلفل، فهنحط شويه فلفل كده، فلفل رومي اخضر زي ما قلت لكم، ده يعني اختياري، لو مش حابين بلاش. رش رشه ملح كده، رشة فلفل عشان ايه، ياخد ويدي كده مع الكلام الحلو ده. ومعايا اللية، هنحط كده حتة لية صغيرة. ومعايا الفول الخطير، شفتوا الحكاية سهلة ازاي؟ ننزل كده بالفول نقلب، عايزين الفول بقى يبقى مهروس اصلا من قبل ما تحطوه، حلو قوي، عايزينه صحيح كده. يا سلام، ملح تاني لان انا ما حطيتش ملح كفايه كده، فلفل اسود، ومعايا الكمون، ومعايا الكزبره، ونقلب الكلام الحلو ده كده مع بعضه. ياخد له كده غلوتين، ويا اما يتاكل بقى كده على طول بالهنا والشفا، او نحطه في طاجن بس كده ياخد له وش خفيف قوي قوي، ويبقى طاجن الفول بالثوم والطماطم جاهز وروعه. هناخده ونحطه هنا كده في الطاجن، طاجن فخار زي ما انا عامله بقى، او طاجن بايركس او اي حاجه يعني براحتك. وده الطاجن اهو بعد ما خرج من الفرن بقى اللي احنا كنا محضرينه، بس كده ايه، شوية زيت كده حاجة خفيفة بس كده.